أنا من مواليد 61، كنت قبل أشتغل في ترب الحي الصناعي، فمن توفى والدي جيت لهاي المهنة اشتغلت بيها ليش أخلي المحل معزي، وابني الكبير بقى يشتغل غادي، وابني الثاني هنا وياي جبته، احنا عندنا 2 وليد و5 بنات، والحمد لله والشكر مستمر الحياة وعايشين. ابني ذاك الكبير متزوج وبيته واحدة، ماخذ هي بنت عمي وبيته واحدة، وهذا ابني وياي بالبيت بعد ما متزوج، وعد بنية كبيرة متزوجة، وعده 4 بنات باقيات بالبيت يمي، وهاي العيشة احنا عيشتنا والحمد لله والشكر على كل حال. هذا المحل هو اصلا مال حج جاسم السراج. حج جاسم كان هنا، أنا هو مثل ما نقول، هو نقول كبير السراريج هنا بالحي، رجل كبير، وهو هذا المحل مالته. والدي اشتغل يمه تقريبا بالاربعينات استمر وياه لحد السبعينات، بطل من عنده، فتح محل وحده، واحنا صغار كنا نجي هنا نتعلم هاي الشغله، ندق لهم دقم ذني، لو نسوي هذا الكتب النجم ندق له نجيم، فشغل كبير ما يخلونا نشتغل، نباوع عليهم وتعلمنا هاي المصلحه من عندهم. والدي تقريبا اشتغل بها هاي المصلحه 70 سنه، قبل 3 سنوات توفى، فاحنا المحل ما خليناه يعزل، رجعنا احنا نشتغل به، وهذا وليدي وياي همينا نتعلم، وهسه نعمه من الله نشتغل. هو هذا تراث حيوي ما يقارب، صار والدي اكثر من 70 سنه يشتغل بي، من الاربعينات لحد 2017 توفى، واحنا استحلينا محله. وكل العراق هو يعرف والدي، يشترون من عنده البصرة، العمارة، الناصرية، السماوة، ديوانية، الحمزة، ذول أهل الحلة، كلهم يعني كلهم هنا يا والدي يسوي لهم سروج مال خيل. الأكثر شيء هي الشغلة هي هاي، صارت للتشابيه الموسم المواكب مال الإمام الحسين، يطلعون تشابيه، ولا هي هاي المصلحة انقرضت بالثمانينات. بالثمانينات انقرضت، يعني طبت السيارات، وبعد العربي ما يحتاج الخيل. هذا العمل احنا قمنا نشتغل سروج، نسوي بيت مسدد، جعبة بندقية، هذا ان قمنا احنا نشتغل هين. انا جاي اشتغل بيه هسه حاليا، هذا القوش يصير مؤخرة الحيوانة. أنا لحقت عليهم يعني ما يقارب 20 أو 15 سراج، هم هنا موجودين يشتغلون، هاي بالسبعينات، كل هذا السوق يسموه سوق السراريج، ما يقارب بي 40 قبل كانوا، راحوا رحمة الله، بقوا 15 20 15 واحد، يوم يشتغلون شغل سرج خيل، غير السرج الخيل ما يشتغلون. دول الزبون رايد له بيت مال مسدس، لو جعبة مال بندقية، لو شتاف مال برناو، هاي لو كانوا سراريج هنا ألفة بيناتهم، ألفة قلب واحد.
واحد يحترم الثاني، واحد يجي المصاب الثاني، واحد يجي الفرح الثاني، مو مثل هسه الناس تبدلت. هاي شغلة السراجة، شغلة السراجة حلوة وتراثية، وكل واحد بوده يتعلمها، يعني كلش حلوة، خوش شغلة ونظيفة. هذا ألف فلغات، هذا سرج الحياوي. هسه الولايات كلها تدور على سرج الحياوي، تجي تاخذ سرج حياوي. طب هذا السرج الايراني ما يرغبونه، اكو ناس ترغب على كيف رخيص، كيف رخيص. هاي الحياة، الرجل هم تعب علينا تعب مو شو ما شاء، يعني ما خلانا لا نطخ راس لأحد، هو الرجل مخلص بعمله بشكل. وكلهم أكثرهم السرار يجي هنا، هذا حد جاسم الرجل هو الربان، احنا وعينا عليه، والدي هو يشتغل هنا يمنا للسبعينات، الله بطل من عنده، صارت المشكلة هو وابنه وطلع بطل. واي المحافظات كلها تجي هنا للحي، كل المحافظات، بالعراق العمارة، بصرة، السماوة، الناصرية، ديوانية، الحمزة، الحلة، كربلاء، كلهم هنا، حتى من ديالة هم هنا يجون. من نجي لهاي القهوة، هاي القهوة مريحة أثناء راحتنا، نجي نشرب شاي بيها، نرتاح بيها نص ساعة ربع ساعة، جماعة مقاعدين نسولف على السوالف الأولية. هنا الأخ عبد نجار يشتغل هم قبالي بالمحل، نجي نتمشى، محسن أبو علي حلاق، أنا زين يمه دائما، هنا علاوي رجالة من إنه نوديه على شغلات الطحين مالتنا وثلج ايام الصيف، يعني ولد سخي وهمينه. أنا عندي محل بالحي الصناعي، في ترمال سيارات، هاي الفترة كلها اشتغل غادي بالحي الصناعي. قلت لك من توفى الحجي جيت اشتغلت هنا، لأن المصلحة كلها احنا نعرفها متعلمينها من عنده، وجيت هنا، وابني عند ذاك الكبير بقى يشتغل بالمحل مالتي مال الحي الصناعي لحد الآن موجود بالحي الصناعي. وهاي احنا نشتغل لحد الان، نشتغل بهاي شغلة السراجة، هذا هو تراث مال والدي. وهاي الناس قلت لي اذا تعرف هاي المصلحة ليش ما الحجين انا جاي يجوا من الولايات ويسألون عليه ويقولوا له متوفي، فاشتغل هنا مثل ما تعرف هالمصلحة، تعال بسط بمكانه. وجيت بسطيت ونعمة من الله الحمد لله، هسه كل الولايات جاي تجي هنا، كل الولايات جاي تجي. احنا هاي مصلحة الحج مصلحتنا، تراث هو حياوي، وهو الرجل كان بوده واحد من
الولد يتعلمون هنا من ولده ويشتغلون هنا بهذا المحل. يجون الناس يقلهم أنا ماشي بعد ربع الناس الذي يجون يشترون من عنده من الولايات. هذا سريج ب 450 يبيع، وذاك السريج التزقام الاسود اللي اشتغله 650. والله هذا شراي سهله، هو كامل شوك تجي عليه. يعني ما تكفي كيفك؟ كيفك؟ اليوم يكمل ان شاء الله. لما يكمل يلا اي شوك ما تجي وهاي وبخدمتك. هذا هو سريج كامل. هذا المجدر مالته همينه. وهاي اللقوات ان اللي يصيرن بهن الركابات. بس هل تسويه معدل مال راح اخذ السماوه ان شاء الله؟ ان شاء الله. وهذا القوش مالته هو الذي ينشد ان شاء الله ذيل الحيوان. هاي يجيبون ذن السيوف قديمة، احنا نجلد هذا نجلده ونسوي الهياء ونصب غيره ويطلع. وهذا المجدر هو الذي ينشد بصدر الحيوان. وهذا السرج الحيوي يجي القبح هذا بعد ما كامل جيبه. بعد القبح بعد المطرحة؟ هاي المطرحة كاملة، كاملة المطرحة حجي. هذا القبح مالته راح يصير بهالصيغة هنا يقعد، وهذا يسموه المصمط مالته يصير هنا بالورا. المطرحة تتكون من جلد وتبن. هاي احنا نصفى تبن ونخيطها خياط يدوي، وتبدا ذني الزخرفه ذني شغلات ونخيطها. تجينا اول ما تجينا الخشبه من النجار. هاي الخشبه من النجار تجينا خشبه فارغه، احنا نشتريها من النجار وراح نجلدها بجلد فطير مال هوش حتى هذا يصير عظم قوي ما يفتح عند الخيال. ونبدي تيبس اربع خمس ايام تيبس، نبدي نجلدها بهالصوره. هذا العظم يسموه الشتب احنا نسميه. احنا نجلده ونزخرفه ندق له نجيم ونسوي له اردانات، نسوي له ذن حلقات لذن المجدر، اذن للقوش يصيرن به يصير مؤخره الحيوان، اذن الخيال يخلي له خرج منه ومنه يشده. يبدا هذا يجي هذا المجدر يصير صدر الحيوان. يجي بعدين هذا الجوش، هذا يصير ذيل الحيوان، هذا يصير بهالصوره ونشده احنا. تجي عندنا ذني اللقوات، احنا نسميه اللقوات، هو الخيال يسميه ركابات. يجي بركابات مال حديد ويصعد يحط رجله ويصعد عليه. هذا حزام البطن يصير على بطن الفرس ويشده. وبعدين عندنا ذاك القبع، جيب هذا القبع. هذا القبع هو بعد ما كامل جاي نشتغل بيه، نخليه هالشكل بس لون الكشين نفس الكشين. وهذا المصمط مالته يصير بهالصوره، وذن رداناته يتخيطن بهالصوره هاي، ويصير سرق جاهز للخيال. يصعد عليه الخيال هذا كل ما هنالك. هذا السرج الحيوي هو هسه بعد ماكو بيزار، كله تزقام والعالم جاي تاخذه تقضي به شغله. واكثر شيء شغله المواكب الحسينيه، بس المواكب جاي ياخذون هذول اللي عندهم ضعينه، يطلعون من البصره، يطلعون من العماره، يطلعون من شيخ سعد، هذول كلهم يجون يمنا، احنا منا نجهزهم الشروج وياخذون. هذا سرج الحيوي وكله يرغبون السرج الحيوي لان مريح لا يجيش الحيوانه، يعني وين ما يطلع بيه يطلع بيه. هذول يطلعون شكابيهم من البصره مال وفاه موسى بن جعفر
من البصرة يجون للكاظم. الحيوانة مرتاحة، لا تنجاس لها، مو مثل هذا الثلج الإيراني. هذا الثلج الإيراني يدمرها للحيوانة. استجاب النجار، كمل الخشبة مالته، راح نجلده جلاد جلد ونخيطه ونسوي بزخرته ويعلقوه. اكو بيعلقوه تراث في البيت، واكو بيهم يعني يستوون بتماثيل مال الإمام الحسين. هذا الشيخ هو تراث مال آل بيت رسول الله. نوباتك الخيال يخليه هنا يهشكي نسوي له حلقات ويشيل ايام التشابيه. هذا هو السيف التراث. احنا هذا نسميه المخاط، يطلع نقشه بالجلد بهالصوره هاي، يعني عداله تريد تنقش بيه يطلع لك نقشه. وهاي وضعيته هو. هذا هو حزام بطن مال الحيوان، يشد بيه ويركبه عليه ويضبط. اكو حلقات يصير هنا ندقهن له ويشده، اكو بشاط يشد على بطن الحيوان. هذا هو حزام البطن. هذا بعدين نجلده جلد مال هوش، يصير عظم الكوب مثل ذاك. شلون ذاك نفس ذاك كوب ويصير عظم بعد. يشتغل فشان والدي هنا يشتغل، وتوفى بال 2017. وجينا احنا بمكانه، قمنا نبسط الساعة 7:30 الصبح، نجي نبسط ونشتغل. هذا ابني هم هنا جو وياه يتعلم، وهسه هو اللي يشتغل. ابني جاي يشتغل كل الشغلات ذن الحرفيات، هذا تجليد هذا السيف، يخيط هاي المطرحة، أنا أفصل له المطرحة وهو يلزقها، وبعدين نصفطها وهو يبدي بخياطها. أذن الوردات هو من يكمله، وتعلم يعني صار أصلا مو يعني أقول لك. هاي جعبة مسدس يشتغل، جعبة بندقية، حزام برناو، حزام كسري، كل ذنين نشتغلهن احنا نانا. واحنا بقينا معدودين، كانوا سراجين هواية، ما يقارب 40 والدي سوليف، اقل 40، واحنا من وعينا عليهم ما يقارب 15 سراج، هم موجودين يشتغلون هنا. هذا سوق السراريج يسمونه سوق السراريج. كانوا ماكو حتى نجاجير بسيطين هنا، نجار يشتغل فدان، لو يشتغل مرواح، لو يشتغل مسحاء، ذولا هم هنا الموجودين وياهم 4-5 نجاجير، والباقي كله سوق مال السراريج. وهذا السوق كان الواحد من اهل بغداد يسموه لطيف افندي، كان مأجر عليهم المحل بدينار وبدينار ونص. هم ناس عيشتهم بسيطة كانوا، الله يرحم الأموات. حج جاسم السراج كان حمود السراج هنا، كريم فيحان، جمعة صويليح، دشر صويليح، شكير، محسن عذيب، عباس ياسين، هذول كانوا سراجين احنا اللي لحقنا عليهم. حج يابر،
الله يرحمهم مجيد عاصي، ذولا كم سراد احنا اللي لحقنا عليهم 15 او اقل ال 15 سراد، واكو ذاك السوق همينه بشر حج الخويليح ومحسن عذيب ومجيد عاصي حميد جميل، هذول هم اسراري كانوا موجودين، كانوا قبل همينه يشتغلون همينه شغل يعني اخلاص بعملهم. احنا هسه من توفى الحجي احنا نجي الساعة 7:30 نفتح، وهذا ابني همينه جبته وياي، لا ما قمنا نشتغل وتعلم همينه المهنة وماشي هسه، ومن كل الولايات تجي هنا، احنا بس اثنين بالحي، هذا حجي هادي الدشار واني نهاد بن حجي عباس سراد. هذول احنا هسه الموجودين، هذا حجي هادي هنا بالسوق ذاك، وانا هنا، والولايات هاي كلها المحافظات لو يمه لو يمي، احنا من اخوان موجود يعني غربة جوره وعشره صار لنا سنين، يحتاجني نوبات واحتاجه، ياخذ منا اغراض ياخذ منا اغراض، من نسوق من بغداد واحد يشد لله، وهذا عملنا مستمر هنا والحمد لله والشكر. وهاي هي التراث الحيوي، هو هذا الترج الحيوي، واحنا نشكر القناة قناتكم، وبارك الله بكم، والله يوفقكم.